لكم التحية مشاهدينا الكرام، وأولا راح نكون مع أو في منطقة الشويخ وتحديدا من إدارة شؤون الانتخابات، واليوم هو اليوم الأخير للترشح للانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي في الدائرتين 6 و9. وكان المجلس البلدي يعني أعلن سابقا عن خلو مقعدين في المجلس، وهو ما يستدعي إجراء انتخابات تكميلية. ومن الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من إدارة شؤون الانتخابات زميلنا فيصل جاسم، مراسل تلفزيون دولة الكويت. فيصل صبحك الله بالخير، ويريت توصف لنا الأجواء عندك في إدارة شؤون الانتخابات، أيضا كم عدد المترشحين حتى هذا اليوم الأخير أو حتى هذا الوقت بالتحديد؟ صباحك الله نجيب، صباحك الله بالخير أخوي نجيب، طبعا هم بعد نورة صباح الخير، وصباح للسادة مشاهدين متابعين تلفزيون دولة الكويت أينما كانوا. نحن الآن متواجدين في منطقة شويق السكنية، وتحديدا إدارة شؤون الانتخابات، لمتابعة مجريات اليوم الأخير لاستقبال طلبات مترشحي لعضوية المجلس البلدي 2024 عن الدائرة 6 و9. لمزيد من التفاصيل حول هذه الإحصائية ينضم لنا رائد حقوقي حسن الصراف. رائد حقوقي حسن الصراف، حياك الله وصبحك الله بالخير، نبي نتكلم أكثر عن هذه الإحصائية اليوم. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك وأرحب بالسادة المشاهدين. في إدارة شؤون الانتخابات استقبلت إدارة شؤون الانتخابات طلبات تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس البلدي للانتخابات التكميلية عن الدائرة 6 و9 لمدة 10 أيام متصلة، ابتدأت في تاريخ 26/4 حتى هذه اللحظة. عدد المرشحين حتى هذه اللحظة طبعا 26 مرشح، انسحب مرشح واحد، والعدد الفعلي 25 مرشح. آخر اليوم لاستقبال طلبات تنازل المرشحين هو تاريخ 11/5 في أوقات العمل الرسمية. إذا بنتكلم على آليتكم بعد إغلاق اليوم الأخير مع تسجيل المناديب. بعد إغلاق استقبال طلبات تسجيل المرشحين تبدأ إدارة شؤون الانتخابات باستقبال استقبال المناديب والوكلاء الخاصة بكل المرشحين، وتجهيز الاستمارات والهويات الخاصة بأعضاء اللجان وزارة الداخلية من الذكور والإناث، وذلك لمساعدة إخواننا في وزارة العدل لليوم الانتخابات اللي هو 18/5. نعم نجيب، يعطيكم الصحة والعافية. رائد حسن يعطيكم الصحة والعافية، جهودكم مشكورة وقواكم الله، عسى الله يبارك لكم. نجيب، هذا ما لدينا حتى هذه الساعة، والرد ونأكد بأن باب الترشح مفتوح من الساعة 7:30 حتى طبعا ساعات الدوام الأخيرة. مثل ما قال طبعا وزارة الداخلية بأن عدد المترشحين 26 شخص، منهم فعليا ما يقارب 25 شخص وانسحاب واحد. هذا ما لدينا حتى هذه الساعة. زميل فيصل جاسم مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.